نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموساوس أسقف الزقازيق، لعل المانع خير. الحقيقة سيدنا لغاية دلوقتي ما اعتذرش، جايز أقول متأخر في السكة، ربنا يجعل المانع خير ويوصلنا سيدنا بالسلامة لغاية لما لو في إمكانية إن سيدنا يجي يدينا البركة ونسمع كلمات النعم من فمه. نتكلم شوية في المزمور اللي المفروض عليه الكلام النهاردة، اللي هو المزمور 87 أو 86 في الإجبية. نقرأ المزمور مع بعض. أساساته في الجبال المقدسة، أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله سلاه، أذكر رهب وبابل عرفتي، ووظى فلسطين وصور معكوش. هذا ولد هناك، ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهو العلي يثبتها. الرب يعد في كفك في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك سلاه، ومغنون كعازفين كل السكان فيك هللويا. الحقيقة المزمور ده مزمور مديح لصهيون، وصهيون دي رمز الكنيسة، واللي ذكر في هذا المزمور ما ينطبقش إلا على الكنيسة بس. بيورينا في المزمور إن صهيون مفضلة على باقي أرض إسرائيل، زي ما قلنا لنا هنا أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب، لأن الهيكل كان في صهيون والعبادة كانت في صهيون. بعض الكتاب والمؤرخين والمفسرين أيضا بيروا إن المزمور اتكتب في وقت ازدهرت فيه أورشليم أيام داود وسليمان الحكيم، أيام داود النبي وسليمان الحكيم. بعض تاني بيقول إنه اتكتب أيام نقل تابوت العهد من بيت عبيد أدوم لصهيون، أو أسماء أو أثناء تدشين هيكل سليمان. في بعض تالت بيرى إن المزمور ده اتكتب أثناء السبي وخراب أورشليم علشان يشجع كل اليهود المسبيين للعودة لأورشليم عشان يعمروها، بالرغم إن أورشليم في وقتها كانت خاربة وما فيش حد بيهتم بيها، إنما الرب قال عنها أشياء مجيدة. وهذا ينطبق على كنيسة المسيح اللي صار ليها المجد تحت راية المسيح. دايما كنيسة المسيح فيها أشياء مجيدة، دايما دايما ربنا خص كنيسته بأشياء مجيدة جدا. عشان كده لما بنيجي الكنيسة بنحس براحة، بنحس بنعمة، بنحس ببركة. كل واحد متألم يجي الكنيسة ويقف قدام أيقونة يحس بعظمة ربنا، بعظمة القديسين، وبعظمة الكنيسة وأعمالها المجيدة معاه. بعض الكتاب قالوا إن اللي كاتب هذا المزمور هو داود النبي، ولحنوا قورح أو بنوا قورح. زمان كانوا المزامير يعملها داود يكتبها، وكانت تلحن، كانت تتقال باللحن. حتى نقرأ في المزامير أحيانا يقول لك بعض المزامير مكتوب فيها إيه؟ لإمام المغنيين. يعني كان المزمور بيتغنى بتسبيح. إحنا النهاردة لمشاغلنا الكتيرة ممكن الواحد يقف يصلي المزمور أو المزامير أو الإجبية ولاقي نفسه بيقول المزمور من غير ما ياخد باله منه، إذا كان حافظه بيقوله من غير تركيز، وإذا كان مش حافظه بيقراه وذهنه شغال في حتة تانية.
عشان كده الكتاب بيقول لنا أصلي بالفكر وأصلي بالذهن أيضا، يعني كل حاجة فيا بتصلي لربنا، وأنا واقف قدام ربنا مشغول بربنا، بس اللي شاغلني فقط ربنا، ذهني كلامي احتياجاتي كلها رميها قدام ربنا عشان فقط أسمع صوت ربنا. يبقى داود النبي كتب المزمور وبني قورح لحنوا هذا المزمور. بني قورح أو قورح، كلمة قورح بتعني كلمة جلجثة، كلمة جلجثة. جلجثة دي بتفكرنا بحاجة، بتفكرنا بآلام المسيح وموته عند الجلجثة وصلبه. كأن المزمور عايز يقول لنا حاجة مهمة قوي، عايز يقول لنا زي ما قال لنا القديس جروم في تفسيره، إن بني قورح دول أو هم أو بني الجلجثة دول أو بتوع الجلجثة دول هم أبناء القيامة. ليه؟ لأن اللي بيمشي ربنا أو بيمشي مع ربنا في رحلة آلامه لازم يقوم مع ربنا في القيامة. أنا عايش مع ربنا بتمتع معاه، ولما بتيجي ضيقة بحتملها، بمشي مع ربنا بكمل معاه. شفت ربنا في كل ظروفه، لدرجة إن أنا دخلت مع ربنا من بستان جثيماني، صليت معاه للجلجثة ومشيت معاه وشلت معاه الصليب، فمش ممكن رحمة ربنا تسيبني وما تمتعنيش بالقيامة. يبقى اللي بيتمتع بالقيامة واحد عاش مع المسيح ألامه، وزي ما قال الكتاب إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يبقى وأنا في رحلة الجلجثة لازم أشوف القيامة، يبقى وأنا بسبح ربنا عايش القيامة، عايش مجد القيامة، يبقى وأنا ابن ربنا وعايش معاه كل أحواله. تيجي عليا دي يا رب أنا محتمل، عندي مشكلة أنا محتمل، لأن أحب الرب أبواب صهيون، وما دام أحب الرب أبواب صهيون مش ممكن يسيب أبواب صهيون أو صهيون تيجي عندها مشكلة، مش ممكن. الله يسمح، الله يريد، إنما الله يحفظ أولاده ومش ممكن يسلمهم للتهلكة أبدا. عشان كده اللي عايزين يتمتعوا بالمدينة السماوية هم اللي قاموا مع المسيح واختبروه، اختبروا الحياة المقامة من الأموات عرجوه للأبدية. يبقى أنا وأنا عايز أتمتع بربنا وعيش معاه واخد الأبدية لازم أختبر المسيح المقام من الأموات اللي أنا عشت معاه، اللي أنا عايز أعيش في مدينته اللي بتاخد كل التطويبات، مدينة المسيح أو كنيسة المسيح. الآية الأولى في المزمور النهاردة بتقول أساساته في الجبال المقدسة، كأن ربنا أسس كنيسته في جبال. في جبال بمعنى إيه؟ بمعنى أرض راسخة مؤسسة على الجبال. ياما حاجات مؤسسة على رمل جت الأمواج وضيعتها. عشان كده الكتاب قال لنا ايه؟ الانسان العاقل يشبه بيت بني على ايه؟ على الصخر. لما قامت الزوابع وهبت الرياح ما قدرتش تعمل فيه حاجة، انما الانسان اللي مش عاقل يشبه ايه؟ انسان بنى بيته على الرمل، قامت الرياح بهدلت البيت ده كله. علشان كده وأساساته في الجبال المقدسة، المسيح بيقول إن كنيستي مبنية على أساس سليم. طب إيه يا رب الأساس اللي أنت بنيت عليه كنيستك ده؟ الأساس كنيستي مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع نفسه هو إيه؟ حجر الزاوية. يبقى الكنيسة دي مبنية على إيه؟ دي مبنية على دم ربنا يسوع المسيح. دي الكنيسة بتاعتنا صهيون مبنية على أساس الرسل والأنبياء. عشان كده لما نيجي نتكلم عن عقيدة
أو عن دين أو نتكلم عن الكتاب المقدس ويجي واحد يفسر الكتاب غلط نقول له حاسب. إحنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء زي ما قالنا الكتاب هنا. المزمور النهاردة بقول لنا كده وبرجعنا تاني إن أساسنا أساس رسل. الكنيسة دي مسلمة أو تعاليم الكنيسة دي مسلمة من أيام الرسل لمرقس الرسول اللي عاش معاهم أول بطريرك في مصر. يبقى الرسل أخدوا من المسيح والمسيح ادى للرسل وعلمهم ووراهم وفهمهم، وبعد القيامة الكتاب بيقول انه قعد معاهم 40 يوم يكلمهم عن الأمور المختصة بإيه؟ بملكوت السماوات. جايز في حاجات ما اتكتبتش في الكتاب، وهذه هي هذا هو التقليد، هذا هو التقليد المسلم من الرسل للقديسين الأوائل أو لمرقس الرسول أول بطريرك في مصر، وبعدين من مرقس تنقل كل هذا التعليم دون أن يشوب شائبة إلى أن وصل لنا لغاية النهاردة عن طريق قداسة البابا شنودة الثالث. ربنا يطيل عمره وصل لنا هذا التعليم الصحيح. يبقى احنا مبنيين على أساس الرسل الأنبياء، ومن تاني يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. واحد يجي يقول لي تعلمنا مش عارف مش راضي ناس، نقول له حبيبي احنا ما نعرفش، احنا نعرف التعليم اللي سلمهن الرسل هو ده اللي احنا ماشيين عليه، لانه تعليم كتابي، تعليم القديسين، تعليم الرسل اللي سلمهم لنا واحنا ماشيين عليه لغاية دلوقتي. يبقى المسيح هو مؤسس الكنيسة، على دم المسيح قامت الكنيسة بعد ما المسيح اشترانا وفدانا بدمه ومات على الصليب عشاننا، عشان يفدينا كلنا ويخصنا لهذه الكنيسة بعد المعمودية والتوبة، عشان ندفن معه بالمعمودية ونقوم معاه خلقة جديدة تانية، إنسان جديد ترك كل العتيق تحرر منه سابه، صرنا خلقة جديدة للمسيح بعد المعمودية. يبقى مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح نفسه هو حجر الزاوية. والكنيسة زي ما قلنا مؤسسة على الرأس اللي هو المسيح، والرسل والأنبياء اللي هم القاعدة. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا في كورنثوس الأولى الأصحاح 3:10 كبناء حكيم قد وضعت أساسا. كبناء حكيم قد وضعت أساسا. اللي يعرف فينا في المباني، اللي يعرف فينا في المباني المهندس أو المقاول اللي موجود دلوقتي أو اللي يعرف في البناء، أحيانا يجي يبني على أرض هشة يقول الأرض دي لا ما تنفعش، لازم أرفع الأرض الهشة دي وحط أرض سليمة أأسس عليها، وأسس على أرض رملية بعد ما يدكها كويس وأسس عليها المنشأ بتاعه بقواعد سليمة، ويفضل ينزل يحفر التراب الهايش ده اللي ما يقدرش يشيل مبنى. الإنسان المسيحي كده، الإنسان المسيحي كده لما نزل المعمودية شال الإنسان العتيق اللي كان الخطية دمرته وفسدته، شال الصورة الوحشة اللي الخطية عملتها فينا، وقال قام مع المسيح بعد ما دفن معه في المعمودية، قام تاني خلقة جديدة متمتع بكل مقومات الخلقة الأولى قبل الخطية، وفضل إنسان جديد مع ربنا متمتع بكل حاجة جميلة، مبني على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أنا شلت كل حاجة وحشة فيا، شلت كل حاجة مش ما ينفعش أسس عليها منشأ، شلت كل حاجة ما تشيلش مبنى، شلتها وفضلت أنا إنسان جديد بعد المعمودية. عشان كده الكتاب بيقول لنا إيه؟ إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرارا. بعد ما المسيح حررني، بعد ما المسيح وراني إزاي تكون الحرية، بعد المسيح أسسني صح، أنا ما أقدرش
أروح أتأسس غير الأساس الصح اللي أنا اتبنيت عليه. عشان كده أساسات أورشليم كلها أساسات قوية لأن الله القدوس ساكن فيها. يبقى سر قوة الكنيسة الله القدوس الذي يسكن فيها أو الساكن فيها. سر قوة الكنيسة إنها مليانة بالرسل والأنبياء وتعليمهم. سر قوة الكنيسة مليانة بدم شهداء اتسفك زمان وعاشت عليها، أو الدم ده عاشت عليه الكنيسة إلى أن ترعرعت لغاية دلوقتي. والكتاب بيقول أبواب الجحيم مالها؟ لن تقوى عليها. ليه؟ أصلها متأسسة أساس سليم. الآية نمرة 2 بتقول أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. زي ما قلنا صهيون هي أورشليم، وأورشليم كانت فيها كان فيها الهيكل، والمكان اللي فيه الهيكل ربنا موجود فيه. ما دام الهيكل موجود يبقى ربنا موجود في هذا الهيكل. عشان كده الكتاب قال لنا حاجة جميلة قوي، قال لنا إيه؟ أنتم هيكل الله، روح الله يسكن فيكم. إذا كنت أنا هيكل الله يبقى الله موجود في داخلي، وإذا كان الله موجود في داخلي كيف أدنس هيكل الله داخلي؟ عشان كده وأنا حاسس إن ربنا عايش جوايا، وأنا حاسس إن ربنا عايش فيا، ما أقدرش أدنس مسكن الله الذي هو داخلي لأن الله موجود فيه. عشان كده الآية الجميلة اللي قالها يوسف الصديق، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ليه؟ لأن أنا جوايا هيكل الله، إزاي أدنس هذا الهيكل وأفعل الشر في عيني الله وهو يسكن داخلي؟ يوم ما بصنع الشر الله بيتركني، لأن الله ما ينفعش يعيش داخل إنسان شرير. عشان كده الهيكل ده بيخرب بيتخرب. كده لو في بيوتنا هيكل الله، لو في بيوتنا الكنيسة زي ما قال المسيح الكنيسة التي في بيتك، يبقى المسيح موجود فيها. ولو بيتي فيه كنيسة يبقى مؤسس على صخر، مؤسس على أساس الرسل والأنبياء. ومنساش إن لو بيتي فيه كنيسة يبقى الكنيسة لازم يكون فيها المسيح. مدام بيتي فيه كنيسة مؤسس صح يبقى فيه المسيح، زي ما المسيح موجود في الكنيسة ومؤسس الكنيسة على الصخر. يبقى أنا هيكل الله لأن أنا مؤسس على المسيح، مبني على صخر. أنا هيكل الله، روح الله يسكن فيا، وبيتي أيضا هيكل الله لأن هو الكنيسة زي ما قال لنا الرسول الكنيسة التي في بيتك. وما دام كنيسة في بيتك يبقى الله موجود فيها. كل واحد فينا يدور في قلبه، هل الله موجود داخلي ولا البناء مزعزع؟ وأدور في بيتي، هل في كنيسة في بيتي ولا الكنيسة مهدمة والمذبح مهدم؟ انت بقف انا وولادي اصلي ادور، انت بقف انا وولادي اقدم الشكر لربنا ادور، عشان يوم من الأيام لما بقف أنا وولادي نعبد الرب الكتاب بيقول المسيح يكون حال في وسطنا. الكتاب بيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون أنا في وسطهم. يبقى أورشليم أو صهيون، هي أورشليم كان فيها الهيكل، وأورشليم أو صهيون كلمة عبرية معناها الحصن، والحصن ده كان قائم على جبل اسمه صهيون. يعني كل حاجة في الكنيسة قوية، كل حاجة في الكنيسة محصنة، مش ممكن حد يقدر يجي ناحيتها ويهمسها، مش ممكن، لأنها محصنة مبنية بناء قوي على أساس المسيح. وأورشليم طبعا ضمت جبل كان اسمه جبل المريا. جبل المريا ده اللي يوم من الأيام
إسحاق أخذ ابنه يقدمه ذبيحة رمز للمسيح، رمز للمسيح. ذبيحة إسحاق كانت ذبيحة رمز للمسيح. وأيضا كان ملكي صادق ملك أورشليم هو حاكم على أورشليم وقتها، وكان ملكي صادق أيضا رمز للمسيح. لو رجعنا لتقدمة ملكي صادق كانت تقدمة خبز وخمر فهي رمز للمسيح أيضا. عشان كده الكتاب بيقول أحب الرب أبواب صهيون. ليه؟ لأن فيها عبادة. يوم ما تحب ربنا وتعبده يبقى ربنا بيحبك. أحب الرب أبواب صهيون. تقول الأبواب دي معناها إيه؟ نقول الأبواب دي معناها العبادة الحقيقية، معناها حب الفضيلة. الأبواب دي ياما أبواب في الفضيلة، كل باب في الكنيسة يرمز لفضيلة. عشان كده الأبواب اللي بيدخلها المؤمنين ترمز لفضائل، أبواب الكنيسة لفضائل. وزي ما أبواب أورشليم هي فضائل، ناخد بالنا إن أبواب الخطية هي رذائل تؤدي للموت أيضا. يبقى أبواب الكنائس تقود لتوبة، تقود لحياة أبدية، تقود للتمتع مع المسيح. إنما أبواب الرذيلة اللي ممكن ندخلها نعمل خطية نخش من باب خطية، نعمل رذيلة نخش من باب رذيلة، نعمل نميمة وإدانة وشتيمة وكلام عن الناس نخش من الأبواب دي، هذه الأبواب تقودنا إلى إيه؟ إلى جهنم. لأن اللي بقود للمسيح أبواب الفضائل، أبواب الكنيسة اللي الكتاب بيقول النهاردة عنها أحب الرب أبواب صهيون. باب الفضيلة، أدور داخلي أنا كم فضيلة اقتنتها وكم فضيلة اقتنتها وزودت عليها. وإحنا في الصيام النهاردة كم فضيلة عندي زودت عليها وقدمت فيها وزدت في الفضيلة. وأدور أيضا لحسن تكون في فضائل كانت عندي وضاعت مني بسبب تمسكي بالخطية. أدور أنا هل ماشي في الفضائل ولا الفضائل بتقع مني وأنا مش حاسس. أنا فين من ربنا؟ أسأل نفسي عن هذا. وبعدين تيجي الآية الثالثة في المزمور تقول إيه؟ قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. كل الكنيسة أمجاد، كل الكنيسة أمجاد. ورحلة توبة تقودنا فيها الكنيسة في موكب نصرة. أدخل الكنيسة وأنا مهزوم وأنا متضايق وأنا مكسور، أدخل الكنيسة وأنا شايل حمل، وأخرج من الكنيسة وأنا فرحان مبتسم، أصلاً خارج ومعايا ربنا. أبواب مجيدة أو أشياء مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. يا سلام وانت عندك كنيسة في بيتك يتقال عنها حاجات جميلة. يا سلام لما تقعد تقولها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. أنا بشكرك يا رب على عطيتك، وبشكرك يا رب على اللي انت اديتهوني، وبشكرك يا رب ان احنا واقفين كلنا نشكرك على نعمك. حاجات جميلة، أشياء مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. وزي ما الأشياء الجميلة قد قيلت عن مدينة الله أورشليم لأن الله يسكن فيها، أيضا المزمور ده يرمز للسيدة العذراء اللي أشياء جميلة قيلت عنها أيضا وقد سكن المسيح في داخلها في أحشائها. يبقى المسيح يسكن في أورشليم قيل عنها أشياء جميلة، وأيضا المسيح سكن في بطن العذراء 9 أشهر. عشان كده العذراء هي أيضا أورشليم الثانية، لأن المسيح سكن في داخلها. وقال عنها أشياء جميلة قوي، قال له يا جبرائيل انزل بشر الست الطيبة دي، قل لها أنت هتكوني حاملة الحمل البتولي، حاملة الولادة التي بدون زرع بشر، انزل بشرها. والعذراء تقول كيف يكون لهذا، هوذا أنا آمة الرب ليكن لي قولك. والتسبيحة اللي قالها المعلم من شوية
كلها مليانة بالأشياء الجميلة اللي التسبيحة بتقولها عن العذراء، أشياء لا توصف. ومع هذا العذراء كانت أمة الرب زي ما بنقول، وكانت محتملة. يا ما احتملت العذراء، يا ما احتملت كلام من يوسف النجار وهي حامل، واحتملت تعييرات الناس، ويا ما احتملت العذراء تعب. مش ممكن واحدة كانت لسه قايمة من ولادة وتحتمل سفر من مصر لإسرائيل والرجوع تاني لإسرائيل، مش ممكن، تعب تعب شديد. إنما كانت تحتمل، والكتاب بيقول كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يا لعظمتك يا أمنا، مش كتير عليك إن احنا نصوم لك 15 يوم، مش كتير عليك إن احتفل ليك ب 15 يوم نعطيك هذا القدر من المجد، نعطيك هذا القدر من السمو اللي أعطاه لك ابنك لما حل وتنازل ودخل وحل فيك وحملتيه 9 أشهر. المزمور بيشيد بصهيون الأم التي ولد أو الذي ولد فيها الإنسان، والإنسان هو العلي الذي أسسها، هو العلي الذي أسسها. الأشياء الجميلة التي قيلت عن الكنيسة إنها عروس المسيح، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا سلام، عشان كده الكتاب في مرة من المرات بيقول لنا إيه؟ خطبتكم برجل واحد. يعني أنت عروس المسيح وأنت عروس المسيح، إحنا فعلا لسه مزينين للمسيح اللي جاي ياخدنا معاه على السحاب ولا فقدنا الزينة. يا سلام لو ندور داخلنا ونعرف إيه الأبواب اللي إحنا ماشيين فيها، إيه الأبواب الجميلة اللي المسيح تكلم عنها، نعرف إحنا فعلا لسه العروس المزينة للمسيح ولا لا، ولا فقدنا الزينة بتاعتنا بالخطية. المسيح كان طهرنا من الخطية، ما زلنا فعلا نعيش حياة التوبة بعد ما طلعنا من المعمودية ونمارس سر التوبة والاعتراف بانتظام وبقلب نقي وبقلب مكسور أمام الله على خطيتنا، ولا لسه إحنا فقدنا بعض زينتنا الروحية وتشبهنا بالعالم بزينة خارجية مثل أولاد العالم؟ نفسنا نرجع تاني للكتاب والمزمور الجميل النهاردة اللي المسيح بيكلم كل عروس فينا، كل نفس اتحدت بالمسيح النهاردة بقول لها المزمور ده ليكي. الله الذي أسسك، أنا حليت فيك وسكنت فيك وطلبت منك وقلت لك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. طرق المسيح هي اللي هي الأبواب، صهيون دي اللي بيتكلم عنها، اللي قال أنا عنها أشياء جميلة. أنا لسه ما زلت طرقي مثل طرق الله، ولا بحيد عنها لأبواب تانية ممكن توديني في مستنقعات وحشة؟ كل دي الأشياء الجميلة اللي قيلت عن الكنيسة، كنيسة ملوك وكهنة، كنيسة ملوك وكهنة يجلها المسيح لأنها انشأت على دمه وعلى أساس الرسل. نيجي للآية الرابعة، بيقول أذكر رهب وبابل عارفتي، هوذا فلسطين وصور مع كورش مع كوش هذا ولد هناك. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول إن رهب هي مصر. القديسين أو المفسرين فسروا رهب إنها هي أرض مصر، وبقولوا إن رهب معناها الكبرياء، وكوش اللي هي أثيوبيا اللي هي في أرض جنوب أرض مصر أو في الجنوب. أذكر رهب وبابل، بقول عن بابل أيضا كانت زمان مركز عبادة الأصنام. يبقى مصر كانت رهب معناها الكبرياء، وبابل معناها أو كان فيها عبادة الأصنام، وصور كانت دايماً مشهورة زمان بالتماثيل والغنى والحلي والحاجات دي كلها. يعني طب عايز تقول لنا يا رب؟ قال خدوا بالكم من الحاجات دي،
الأمم دي كلها لما المسيح اشتغل فيها وسمعوا كلمة ربنا رجعوا للرب ولمسيحه. الكتاب قال اللي خصته جاء وخصته لم تقبله. فابتدى التبشير وابتدى الرسل ينتشر في كل العالم. عشان كده مصر اللي كانت كلها كبرياء والكبرياء ضد الإيمان، لأن المسيح لا يحب المتكبرين. الكتاب بيقول يقاوم الله المستكبرين بفكر قلوبهم، أما المتواضعين يعطيهم نعمة. عايز أقول إن الكبرياء بقت أرض ربنا. مبارك شعب مصر لما دخل فيه المسيح وحطم أوثان أرض مصر، وأيضا لما شال عبادة الأصنام من بابل وبابل رجعت للمسيح، وأيضا صور بعد كل الخطايا اللي كانت فيها رجعت لأرض للمسيح وسابت الخطايا الشنيعة البشعة اللي كانت موجودة فيها. أيضا صور ترمز للون الأسود، واللون الأسود رمز للخطية ورمز لظلام النفس. الإنسان البعيد عن ربنا دايما أسود، دايما تفكيره مش حلو، دايما يفكر جواه بحاجات لا طريق بأولاد الله. عشان كده كل عابد الأوثان كل حياتهم فيها سواد، إنما اللي يعرف ربنا يعرف مصدر النور الحقيقي. يضيء الله عليه، يضيء الله على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. بس إمتى؟ لما أنا أقول له يا رب أنا محتاج لك، لما أخش وأقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي، لما أتعامل مع ربنا بروح منكسرة وأقول له يا رب أنا محتاج لك تنور حياتي لأن الظلمة أكلتني وأنا مش عارف أنور من غيرك. اللي ولدوا ولادة جديدة بالمعمودية هم دول اللي استناروا بحياة المسيح وبالاستنارة الروحية. لكي لا أطيل عليكم نخش على الآية الخامسة. الآية الخامسة ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها وهو العلي يثبتها. الإنسان الذي ولد في صهيون هو المسيح اللي بصليبه صار لنا ولادة تانية بالمعمودية، صار لنا ولادة ثانية بالمعمودية. احنا خدنا الولادة التانية من المعمودية، نزلنا في جرن المعمودية وقمنا مرة تانية مع المسيح ولادة جديدة. عشان كده صهيون الكنيسة أمنا حينما نولد من الماء والروح. عشان كده في آية جميلة في الكتاب بيقول ايه، من لا يولد من الماء والروح لن يعاين ملكوت الله. ليه يا رب؟ قال اللي ما تولدش من الماء والروح ما بقاش ابن للكنيسة. ومش ممكن ما تبقاش ابن للكنيسة على الأرض اللي فيها المسيح على الأرض، وعايز تطلع في السماء تبقى ابن في السماء للكنيسة اللي في السماء وفيها المسيح مولود في السماء. ما ينفعش. اللي ما بقاش ابن للكنيسة على الأرض مش ممكن يكون ابن للكنيسة في السماء. عشان تبقى ابن للكنيسة على الأرض لازم تولد من الماء والروح ولادة ثانية، تقوم إنسان جديد، من تبرأ من الخطية الجدية وتعيش مع المسيح على الأرض عشان يبقى ملكوت الله داخلك على الأرض، لكي تستطيع أن ترتفع في السماء مع المسيح في الكنيسة السمائية المنتصرة وتعيش مع المسيح، لأنك أنت بالحقيقة ابن. ومدام ابن تبقى وارث للموعد، وارث لملكوت السماوات، وارث لملكوت أبوك اللي هو في السماء اللي أهيأه لك من قبل إنشاء العالم. آخر آية عشان نختم عشان لا أطيل عليكم. الرب يعد في كتابه الشعوب إن هذا ولد هناك. آخر آية، لا دي الآية 6 أخطيت، إن كل من ولد من المعمودية اسمه مكتوب في السماء. كل من ولد في المعمودية ولادة جديدة وبقى ابن للمسيح
اسمه مكتوب في السماء. ونخش على الآية الأخيرة اللي بتقول ومغنون كعازفون كل السكان فيك. يا سلام لما تقف كده وانت ابن ربنا بالفعل وتتكلم مع ربنا، يا سلام لما تقف كده وانت ابن ربنا بالفعل وتسبحه بالفعل، يا سلام لما تقعد كده في لغة ترنيم جميلة تقف قدام ربنا وتسبح بالمزامير، مسبحين بمزامير وترانيم وأغاني روحية، أشبع بربنا وأسمع صوت ربنا وأقول له يا رب أنا ابنك اللي فادتني، أنا أبواب صهيون يا رب زي ما قلت لي لن تقوى عليا. مش ممكن يا رب أبواب صهيون مش ممكن يا ربي أبواب صهيون تغلب، مش ممكن، لأن أنا جزء منها، وما دام أنا جزء من هذه الأبواب لا يمكن أغلب، لأن احنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. وبعدين سفر الرؤيا سفر المنتصرين يكلمنا إزاي الغلبة، إزاي تبقى الغلبة، إزاي أقعد وسط المسيح، وإزاي أقعد في الهيكل هيكل السماء، وإزاي أقعد حوالين العرش، وإزاي أقعد وربنا يمسح كل دمعة من عيون المؤمنين هناك، لأن هناك لا أنين ولا دموع فيما بعد، هناك لغة تسبيح، لغة تمجيد، لغة أشوف فيها ربنا مش عارف هتكلم معاه إزاي، ومش عارفين هنشوف ربنا إزاي. إنما زي ما كنت بسبح ربنا وعن الأرض زي ما بقول المزمور النهاردة ومغنون كعازفين كل السكان فيكي، كل اللي في الكنيسة بيرنموا، كل السكان فيكي، كل اللي في الكنيسة بيسبحوا ربنا. عشان كده مرة المسيح أو مرة قال لنا مثل إن واحد دخل ليس عليه ثياب العرس، عشان كده اللي في الكنيسة كلهم عليهم ثياب العرس. عشان كده وأنا جاي للكنيسة وأنا جاي رحلة توبة جميلة من بداية ما يبتدي القداس أو من بداية باكر، وأنا بمشي رحلة التوبة لغاية لما أوصل لنهاية القداس، أبونا يقول القدسات للقديسين وما أنا أقول مبارك المسيح ابن الله، مبارك الروح القدس، مبارك ابنه الوحيد، لأن أنا في رحلة التوبة مستمرة بتغسل. القداس رحلة التوبة الجميلة، يبقى مغنون كعازفين كل السكان فيك، كل اللي قاعد مشغول بربنا، كل اللي قاعد في صهيون الكنيسة شغله الشاغل ربنا، إزاي يرضي ربنا، زي ما شغل الشاغل في السماء إزاي أسبح ربنا، لأنه مش مشغول بحاجة تانية. ختام جميل لهذا المزمور، عايز أقول لنا كلنا وإحنا قاعدين هنا بنسبح ربنا، مش مشغولين بحاجة غير ربنا. عشان كده اللي مشغول فينا بحاجة تانية ياخد باله إن الإنجيل بيقول لنا النهاردة إحنا مشغولين بربنا بس، ملناش غير ربنا بس، مش مشغولين بعالم، مش مشغولين بحاجة بره، مش ما فيش حاجة شغلانا، كل اللي شغلنا إزاي أنا أفكر في تسبيح ربنا. ربنا يعطينا إن إحنا دايماً نبقى مبنيين على صخر، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، بالفعل إحنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، إنما محتاجين كلنا ندور في ذاتنا، نبحث في ذاتنا، لحسن تكون الأبواب بتاعتنا اختلفت، لحسن تكون الأبواب بتاعتنا حصل لها نوع من الغلق، أبواب الفضائل، عشان أعيش مع ربنا طول حياتي. لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. كل سنة وأنتم طيبين.